سميتي سعيد علام، 22 سنة، ما عنديش بطاقة الوطنية بحكم أنها كانت ضايعة عليا. كضيع عليك أيها الناس، ضايعة عليا على واحد لادغيس اللي ما أنا ما ساكنش فيها. مشيت طلبتهم زاوج فيهم، راه حنا لكن علاش غادي تطلبهم تزاوج فيهم؟ هذا حقك الشرعي، حيت هما كارين لينا بدون ورق، حتى شي ورقه، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي، شي ورقه انك كتثبت انك ساكن عندهم، يعني ساكنين بحال قلتي، ساكنين غير في النوار. الاب ديالي بحكم انه طلق الوالده في سنه 2003، وانا من ديك السنه عمرني ما تنشوفو، يعني ما تيجيش عندي. يعني من 2003 طلق ماماك، طلقك معاه؟ اي مرات مشيت للسبيطار، الوالده بزز بالطليب وبالرغيب بالبكا باش ضمنتني. يعني ما عندكش البطاقة الوطنية؟ يعني ما عندك والو غير باش نجيليزي شي ورقة ولا هذا بالبكا، حيت ما عنديش بطاقة وطنية. كيقول أبسط الحقوق هو القانون، هكذا يعني أبسط الحقوق ما يثبت الهوية ديالك ما عندكش، يعني أنت واش يعني كاين ولا ما كاينش. متابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم. دائما في إطار تتبع ديالنا الحالات الإنسانية والاجتماعية، اليوم معنا الأخ سعيد، عنده مشكل وربما بسيط وعويص في نفس الوقت. عنده مشكل ديال لاكارت ناسيونال اللي ما قدرش يصيبها بسبب ورقة ديال شهادة السكنة. غادي تقولوا واش هذا تيبات في الزنقة؟ لا، تيباتش في الزنقة، هذا عنده الدار ديالو، ساكن مع ماما كارين، داكشي اللي قسم الله، مول الدار كاري ليهم، ولكن بدون ورقه، بدون روسو، بدون كونترا. هنا فين كيجي التساؤل، حنا غادي نسمعوا الحقيقه على اللسان ديال الاخ سعيد باش يشرح لنا ويوضح لنا اكثر. مرحبا، سميتي سعيد علام، 22 سنه. سميتي سعيد علام، 22 سنه، ما عنديش بطاقه الوطنيه بحكم انها كانت ضايعه عليا. كضيع عليك ايها الناس، ضايع عليا على واحد لادغيس اللي ما انا ما ساكنش فيها. اول سؤال غادي نسولك اخ سعيد، شحال عندك من سنه؟ 22 سنه. صيبتي لاكارت ملي كان خصك تصيبها هي باش دوزتي الامتحان ديال البكالوريا وهذا، كنتي مصيبها في الاول وطاحت لك؟ كنت مصيبها عادي وطاحت لي، يعني كاي واحد راه تقدر تطيح لي لاكارت ناسيونال، غير هو الاشكال فين كاين، انني ما كاينش في ديك لادغيس، وديك لادغيس دوك الناس ما بغاوش يصيبوها ليا حكم انني ما بقيتش ساكن معاهم. درت واحد المحاولات بزاف، درت والو، ما قدرتش انني نتوفق نصيبها. اش قلت اجي غنمشي عند الناس اللي كاري عندهم. مشيت طلبتهم زاوج فيهم، راه حنا لكن علاش غادي تطلبهم تزاوج فيهم؟ هذا حقك الشرعي، حيت هما كارين لينا بدون ورق، حتى شي ورقه، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي، شي ورقة أنك كتبت أنك ساكن عندهم، يعني ساكنين بحال قلتي، ساكنين غير في النوار، داخلين سلام. بغينا علاش ما عطاكم لا روسي لا والو؟ وشوف هما علاش ما تيعطوش الرواسب، حنا بحكم أننا بغينا غير نسكنو، كنت باغي غير ندخل نتخبى على الشانة والوالدة، بحكم أن الكرا غالي، كارين بيت ب 16000 ريال الشهر. بيت واحد فين أنت وماما؟ أنا والوالدة، ولكن معانا الجيران في الدار.
انا والوالده وصافي. ومني حاولت انني نصاوبك يقول لك لا حنا ما نقدروش نصايبوا لك. مشيتي طرقتي الباب ديال مول الدار تقول لي زعما دير لي التزام بانني زعما ساكن عندك باش تقدر تستخرج ديك الورقه ديال شهاده السكنه. اييه مشيت عندهم قال لك ما غنقدروش نديروا معاك حتى شي حاجه. سولت الناس اللي كارين معنا قال لك حتى حنا نفس الاشكال ما بغاوش يصايبوها لينا. شنو الجواب اللي كيعطيك مول الدار؟ ما غنقدرش. علاش ما يقدرش؟ ما فهمتش. ما مول الدار كيتهربوا يعني. انا اللي فهمت هو كاري لك بلا كونطرا بلا روسو. حنا اللي كنعرفوا انسان ملي تيبغي اللي كيغير الفلوس صافي. لا ولكن يعني في الكرا كنعرفوا كيكون الكاري كيدير كونطرا وحده كتبقى عنده هو وحده كيبقى عند المكتاري ياك. والثالثه كتعطى للسلطات المحليه باش يكون واحد ديكلاراسيون الضريبه. دابا هذا موضوع اخر ديال التهرب الضريبي، ولكن انت كتادي الثمن ديالو ما غاديش تقدر تاخذ لا كارت ناسيونال ولا تصيب شهادات السكنه. حنا بغينا نقربوا الناس من الوضعيه ديالك باش يفهموا. غادي يقولوا فين هو الاب ديالك في هذا الشيء؟ الاب ديالي بحكم انه طلق الوالده في سنه 2003 وانا من ديك السنه عمرني ما شفت ما تنشوفو يعني ما تيجيش عندي. يعني من 2003 طلق ماماك طلقك معاه؟ ماشي المهم بحالو يعني ما شفتوش ما كيصرفش عليه. فين كنشوفو؟ كنشوفو في مناسبات ديال الوفاه، شي واحد من العائله، شي مهم شي حاجه اللي طارئه تجيبوه هنايا تنشوفو. هذا بحكم انني دابا حاليا تمشي حتى لبنكرير، على رجلي ولا في اوتوستوب. ما كنرضاش انني نمشي للمحطه ولا لاكار انني باش نطلب باش نبقى نمشي. انا حاليا دابا كنشوف. تمشي دير في بنكرير عند الاب ديالك؟ تمشي تنقلب عليه دابا حاليا النقطه الحاليه كنمشي ما تلقاهش في بنكرير. يعني كتكبت العناء ديال السفر غير اوتوستوب وتبقى غادي على كما قلتي مسافات وتوقف في لي زوطوغوت تطلب الناس باش يهزوك باش في الاخر ملي كتمشي ما تتلقاش. ما تلقاش ولا كيتهرب منك؟ ما عرفتش انا واش كيتهرب ولا ما تلقاش. مهم انا ما تلقاش، تلقى غير خويا الكبير. حاليا تلقى غير خويا الكبير حتى هو عنده المشاكل ديالو. الاخ ديالك من الام والاب؟ من الاب. يعني كنلقاهم تما كنلقاهم ما عندهم. كيقول لك انا ما نقدر ندير لك والو ما نقدر نفعك بوالو. كنعاود نرجع كنمشي تنعاود نرجع يعني كل لحظه كنمشي كنعاود نرجع كنتظر المناسبات يجي رمضان ولا شي عيد كبير ولا شي حاجه والو ما تنبقاش. يعني دابا حاليا هادشي كنت كنديرو بلا اخبار الناس. ما باغي ندير لا فيديوهات لا والو باش ما نحرش راسي. ولكن ملي كتشوف راسك انك صافي غتبقى واحد السن واحد المعاناة اللي كتعيشها راه لا اله الا الله سبحانه وتعالى. كتقول قلت صافي انا لا كارت ناسيونال خاصني ولا بد. يعني البطاقه الوطنيه خاصني ولا بد. الكاري ما بغاش، العائله ما بغاوش. دابا اسمح لي اخ سعيد، راه الاب ديالك هو بعدا في الدرجه الاولى بحال نقولوا صافي. ما اصلا قلتي لي دابا عندك 22 سنه، طلق ماماك وهي في 2003، شحال 19 ولا 20 سنه هذه دابا؟ شحال شفتي؟ عامين ثلاث سنين في حياتك كامله؟ لا جينا نحسبوا ما كاملاش حتى لا جينا كاع نحسبوا فهاد السنين كامله اللي شفته. لا عارفه كنشوفه يعني عاقل عليه. اخر مره شفته في 2019 الى بقى الى ما خاتنيش الذاكره، في 2017 شفته صافي. تما فين سنين هذه دابا؟ 2019 فين شفته؟ ثلاث سنين. يعني في 2019 فين شفتو ديك هي اخر مره غنشوفو؟ شي مناسبه ما مشيت تما ولقيتو تصاطحت معاه لقيتو السلام هو اللي كان كيسولني اشنو كدير في حياتك. قلت له راه ما تندير والو. ماشي ما كدير والو، قلت له ما تندير والو ما تنقرا ما والو بحكم اش. قلت له ما عنديش بطاقه الوطنيه. يعني قال لي غنصيبها لك بحال خوتك كذا وكذا. قلت مرحبا وعدك صافي. هذيك مني جيت عاوتاني كنعاود نقلب ما لقيتوش. من تما صافي وانا وليت واحد اخر. وليت باغا نشوف كيفاش ندير باش نصايب هذه البطاقه الوطنيه. دابا انت الا فهمنا طاحت لك لاكارت ناسيونال ديالك او البطاقه الوطنيه في 2017. حنا دابا في 2022، خمس سنين وانت بدون بطاقه وطنيه. الا مرضتي وبغينا بغات ماماك ولا هذا ديك غير ليرجونس، اش غدير؟ قولي غير الا بغيت بعدا نكيليزي شي ورقه بعدا باش نتقيد بعدا كيفاش تقدر تدفع الباك ليبر هاد السنه هادي وكيفاش راه واحد المعاناه. اييه مرات مشيت للسبيطار الوالده بزز بالطليب وبالرغيب بالبكا باش ضمنتني.
يعني ما عندكش البطاقه الوطنيه يعني ما عندك والو غير باش نجي لي زي شي ورقه ولا هذا بالبكا حيت ما عنديش بطاقه وطنيه كيقول ابسط الحقوق هو القانون هكذا يعني ابسط الحقوق ما يثبت الهويه ديالك ما عندكش يعني انت واش يعني كاين ولا ما كاينش دابا الحمد لله انت عرفناك واحد الانسان متابر كيف ما شفنا دابا حاليا انت تقرا في السونتر ديال الواي بي بي تي وبغيتي تدفع باك ليبر باش تاخذ شعبه واحده اخرى وان شاء الله باقي الحياه قدامك ولكن عندك هاد لاكارت ناسيونال راه هي الا ما كانتش راه ما كاين والو دابا حاليا كان غير شي اشتغال ولا شي حاجه ما تطلقاش حكم انك ما امبوسيبل شي واحد يخدمك وانت ما عندكش حيت ما يمكنش بنادم يامنك هاد الوقت هادي يقول لك هذا باغي يشفرني باغي يسرق باغي يدي لي شي حاجه باغي يدير لي ما كاينش ما يثبت شكون غتقول له انا سميتي سعيد ما يثبت انك سميتك سعيد حيت ما كايناش بطاقه الوطني واخا دي اي ورقه اخرى واخا دي الخلق واخا دي اي حاجه خاص البطاقه الوطنيه هي اللي تكون فهمتك هو الرساله واضحه خي سعيد اكثر من واضحه وزعما انا اتاسف لاني ما فهمتش هو انا كنوجه رساله من هنايا للاب ديالك اولا انه راه طلق الوالده ديالك عادي طلق حلال حل الله ياك وتا في القانون ماشي شي حاجه ممنوعه اللي عاديه ولكن ما كنطلقوش الوليدات دابا خاصك لاكارت ناسيونال حنا غادي نطلبوا وكنطلبوا الناس اللي غايشوف الفيديو ديالك يدي تعاون معك ولكن كنطلبوا بالدرجه الاولى الاب ديالك يحاول يدير واحد التحرك بسيط صله الرحم صله الرحم راه شي حاجه اللي كبيره ويعاونك باش تصيب لاكارت ناسيونال باش يلا توقف على رجليك انت اليوم قلت لي انا ما باغي لا نطلب ما باغي نسعى ما باغي حتى شي حاجه ما تنطلبش انا حيت نفسي حاره ما يعني تقول لي نضرب تمر اما باش نطلب نقول لك عطيني التمر باش غتضرب ما كاينش غادي يعطيك فرصه الا ما كايناش لاكارت ناسيونال يعني ما تنبغيش نقول لبنادم عطيني ولا محتاج وما محتاجش الحمد لله عندي صحتي عندي رجلي عندي يدين عندي واحد الدماغ كنفكر به الحمد لله ولكن انك واحد الحاجه اللي ما عندش الانسان الاخر هي البطاقه الوطنيه الله يخلي لك الوالده ديالك وان شاء الله انا كنتمنى غادي يكون خير كنتمنى المغاربه كاملين يتفاعلوا مع هاد لا فيديو يعاونوا الاخ سعيد اللي عنده شي حل او ممكن يقترحوا عليه كنتمنى حتى الاب ديالك يحن القلب ديالو ويشوف هاد لا فيديو ويحاول يدير شي رياكسيون شكرا على حسن التتبع ديالكم كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا اشرف عوينه لنا الصوره ولكم التعليق والى اللقاء اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة